السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واستطاع الألماني خواكيم لوف قيادة بله للقب عام 2014، وقبل الأسباني دي البوسكي وبلاده إسبانيا في 2010، وسبقت الإيطالي مارتشيلو ليبيين في 2006، وتستمر القائمة بعدد من المدربين المواطنين المتوجين، وتعود آخر مرة تأهل فيها مدرب غير مواطن لنهائي المونديال إلى عام 1978، عندما قاد النمساوي أيرون ستهاب المنتخب هولندا لنهائي البطولة قبل أن يهزم من المستضيف الأرجنتين 1-3. كبار المونديال محليين، ولا يبدو أن التقليد الشهير سيتغير هذه السنة، حيث يقود المنتخبات المرشحة للقب مدربين مواطنين على رأسهم الألماني خواكيم لوف، والفرنسي ديديه ديشامب، والبرازيلي تويتوي، والأرجنتيني خوراخي سامبا أولي، والإسباني لينا لوبيتغي. ومن المنتخبات القوية التي قد تستطيع كسر التقليد منتخبا كولومبيا وبلجيكا، اللذان يقودهم الأرجنتيني خوسيه بيكرمان والإسباني روبرتو مارتينيز على التوالي. أما بالنسبة للمنتخبات العربية، فيعد المنتخب التونسي الوحيد الذي يقوده مدرب محلي، وهو نبيل معلول. سيادة التكتيك الأرجنتيني واستشاره 13 فريقا في المونديال بمدربين أجانب، فيما سيعتمد 19 فريقا على المحليين. وتمتلك الأرجنتين رصيد الأكبر من المدربين في المونديال، حيث سيقود مدربون من الأرجنتين 5 منتخبات في البطولة. ويحمل الجنسية الأرجنتينية كل من هيكاتور كوبر مدرب منتخب مصر، وبيكرمان كولومبيا، وسام باولي الأرجنتين، وريكاردو غاريكا بيرو، وأخوان أنتونيو بيتزي السعودية، والأخير يمتلك كذلك جواز إسبانيا.